طيب تمام. يا حلو. شوفوا شغالين شغالين على ايش؟ بعد شوية اقول لكم ان شاء الله، اترقبوا الوضع بس. انا مرة دوم يقول افرب انا. আচ্ছা এই এগুলো তো ছোট করা লাগবে না, এগুলো এখানে ভালো করে কেটে দিয়ে দাও। شباب حياكم على الفحم. المعلم بوراك والمعلم مين؟ هذا التركي، هذاك ايش اسمه؟ الا هذاك ابو الملح. هذاك ايش اسمه؟ ما ادري والله، مصطفى. اما انا المعلم بوراك. اي هنا 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 الفحم جاهز مع الأجواء الحلوة والبرد، ما شاء الله تبارك الله. اليوم بدأنا الهرجة، إن شاء الله تقريبا كل يوم حنسويها بإذن الله. والله بشغل الحريم يا أخي تعب، والله شغل الحريم. شغل هذا الحريم حق الرجال، حق الرجال. أنت شكل ما فهم حق الرجال. لا لا، أنا قزل التقطيع مع التقطيع والحاجة. ها يا حبايب، الوضع حاليا كذا، شيخ ظهير، وفي واحد من الشباب يغسل الدجاج، وهذا شغال برضو معانا، وخلينا نشوف الفحم ايش وضعه. هاي زود الفحم، ايش بك؟ والله قليل الفحم، مرة كده طول فوق نوديسو. طيب عمون دارتو আরো লাগবে, কয়লা দিলে তো সমস্যা নাই, কয়লা তো অনেক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনি তো কয়লা আছে, কয়লা এমনিও শীতকাল তো। না না, আপনি না ধরো, এটা তাহলে রাখি দাও। না না, হিটার লাইন কয়লা বেশি হইলে সমস্যা নাই। তারপর কিছু আর করার নাই, ময়লা এরকম গন্ধ থাকবো সব জায়গাতে, ময়লা এরকম গন্ধ আছে। কে কে কইছে এটা? বলিও সবারে, তুমি বলবে বাটি যতজন আছে সবারে। তেল কি দিমু? এগুলো নে তেল, একটু একটু দেওয়া তো, তেল তো দে এখানে দেওয়া হল। এই আলুগুলি চমক থাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওরে দুগা আলু 20 টি, কেজি 50 টি, অভাব যার এখন আলু 20 টি, তিরি হয়েছে আছে এই দুগা। পসা পসা না পসা, এটা না খা।
হ্যাঁ বন্ধুরা, কি অবস্থা, কি খবর? সাফা ভাই তুমি ঘুমাও ঘুমাও, বৃষ্টি ঘুমে থাকো। আমরা 60 জন, আমাদের মিস্টার জহির, এই মামুন, ফোরকান সাহেব তো আছেই, দেখছো মুরগি একটা আর আলু দুইটা। লবণ দিছো না? লবণ এরে, আমি তো এখানে তো এখানে তো কিন্তু কোনো লবণ টবণ দিই নাই। না লবণ দিছি এখানে 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 লবণ দিছিলে? আরে একরকম হইলেই হবে, তাহলে উপর দিয়ে এমনি দিয়ে দিই। ايش صاير هنا يا ولد؟ ما شاء الله تبارك الله، يا سلام، حياكم، القريب اقرب والبعيد كمان اقرب، لا حد يستحي يا شباب، كل واحد يدفع حق التذكرة ويقطع التذكرة ويجي، طبعا لأنه أكثر شبابي أكثر متابعيني من السعودية والخليج، عشان كده بقول، آفا يا ظهير ايش وين حرق البطاطس؟ طبعا شباب نحن حطينا بطاطس بعد، والله على السريع اقول عشا زبنا اقول ما شاء الله، بس والله الشكل شيء ما شاء الله، بس على السريع تدري يشهي، والله يشهي ما شاء الله. شايفين ما شاء الله من علامات النضج. كي ياسين عاشفاش، كي ياسين دوري زولي جان. ما شاء الله. الله وين هجينا؟ شفا ميراز باي، رانا باي، زمال كاكا، حبيب باي. اوي. ها؟ لا لا شوف بولي شو تنام مو. আর কে আছেন? ও বোরহান ভাই, আহারে বাইরে আপনি কই? الحمد لله خلصنا الشوط الاول، والشيخ ظهير طبعا مستمتع بالاجواء ومستمتع بالطعم، والدخان ليش اخضر ما ادري ازرق لا تسالوني، ممكن عشان الفلتر. يا سلام الحمد لله. خلصنا الشوط الاول، باقي دحين نستمتع بالشوط الثاني. طبعا يعني الحاجات البسيطة هذه عاد لابد منها، سامحونا. أنا ترى في سطحنا، في سطوح البيت، طبعا هناك مكان الورود. شو تسوي يا ولد؟ يا أبوي هذا بينحرق، الله يقلع شيطان. الله حركته. لا 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 ما انحرق. خلصنا. دعابة. الله اجواء خياليه، هاي بدايه الشتاء ترى. والله الاجواء برد برد يا شباب. ايش دعوه؟ ايه ليش ليش انا اسود؟ ايه كذا. اي فلتر هاي؟ هذا فلتر. الشير طلع لي، الشير طلع لي اسود. لا اما هاي ملون، شوف. وانت ايش وضعك؟ بس الاشجار. خلاص وانت بتصور ايه؟ انت بتصور الظلام؟
يعني اي شيء اخضر بيطلع اسود. إيه؟ ليه ظلمت الاخضر انت يا ولد؟ يا اخي صور هنا وروح هناك بعيد، صور من بعيد اهبل. الحبيب ايش بيسوي؟ اشوف لا بدا استوى خلاص استوى. خلاص يلا ناكل. ايش اللي بدا استوى هو اصلا؟ خلاص الشوط الثاني ما ادري اشوف ايش اسمه ستيفن موجود ولا لسه. خلص والله موجود. نجيب ها السيفن اسود. شوف هاي جديده. في ولا ما في؟ قول لي. اكود في اكيد في. شوف اكو اهل قط ما شاء الله والله مره استوى اهو. خلينا نجرب. بسم الله يا سلام.